بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن نقف على مخيم أبناء الشهداء في مدينة عرسان لأهل مدينة قارة، ذلك القطعة من الأرض التي تبرع بها أحد أهل الخير من أهالي عرسان دون مقابل أو هبة حتى تنتهي هذه الأزمة. وقد قامت لجنة الإغاثة والمهجرين التابعة للمجلس المحلي الثوري في مدينة قارة ضمن حملة إيدك معنا بهذا المشروع الخيري، ونحن في هذا الموقف نحض ونأخذ على يد المغتربين من أهالي قارة ومن أهل سوريا أن يمدوا يد العون لإتمام هذا المشروع الخيري التعاوني الذي يؤمن ويحفظ أبناء المهجرين وخاصة أبناء عائلات الشهداء، والذين لآبائهم فضل عظيم حيث قدموا أغلى ما يملكون من مهجهم في سبيل نصرة الحق وإحقاق الحق. وربنا سبحانه وتعالى يقول: سنشد عضدك بأخيك، وربنا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربنا سبحانه وتعالى حضنا على أن نمد يد العون والأيدي البيضاء في سبيل أن نحفظ أهلنا الذين خرجوا من قارة تحت قصف القنابل وقصف الطائرات، وعلينا أن نمد لهم يد العون وأن نحفظ هؤلاء أبناء الشهداء وزويهم وأزواجهم، فلهم حق واجب علينا في هذه الآونة، والحمد لله رب العالمين.